افتتاحية فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أرحب بالأستاذ إبراهيم برشاشن الذي استجاب لدعوتنا، ونحن نفرح كثيرا في إطار ملتقى الحضارات بوجوده بيننا. والموضوع الذي سيعالج كما هو معلوم هو موضوع الشباب والهوية. وكما أشرت في لقاءات سابقة خلال هذه السنة، ملتقى الحضارات يتناول كل سنة محورا، وهذه السنة محورنا الشباب. هذا لا يعني بأن السنوات المقبلة سننسى الشباب، الشباب لا يمكن أن ننساهم، كما نلاحظ نحن في دراستنا المتعددة منذ بداية هذه السنة الجامعية. أنا أحب قبل أن أترك المجال للأستاذ إبراهيم برشاشن وسيقدم له وائل برشاشن، هو الذي سيقدمه لكم حتى تزدادوا معرفة به إن شاء الله، أحب أن أتطرق إلى مفهوم ومصطلح الهوية. هذا المصطلح لابد أن ننتبه أنه مصطلح غريب بالنسبة للضغط الثقافي السائد. قضية الهوية لا تفهم ككثير من المصطلحات العميقة، وبخاصة بالنسبة للشباب. الشباب أحيانا يتساءلون ما هي الهوية، أي هوية نريد نحن أن نستمسك بها، هل هناك تكامل بين الهويات أم تضارب؟ ونحن نعلم أن في العصر الذي نعيش فيه، في عالم وعصرنا بهذه الثقافة السائدة، كثير من المصطلحات تبقى دائما غير مفهومة وسائدة، وكل يتناولها كما يريد أن يتناولها كنوع من الليبرالية في الحديث والحوار. ولكن نحن نريد هنا أن نخرج إن شاء الله مع الأستاذ ومع مناقشتكم والمناقشة والتبادل الأفكار فيما بيننا، أن نخرج بما هي الهوية التي يمكن أن نفهمها بالنسبة ونقدمها بالنسبة للشباب. أهي هوية المكان؟ هل هي هوية القبيلة؟ الزمان؟ هل هذه الهوية متكاملة؟ أهي هوية الدين والانتماء الديني؟ أي هوية نريد نحن أن نفهمها ونفهم تكامل فيما بينها؟ هذا الذي نحن نريد أن نشير إليه. سوف كما أشرنا في كثير من المناسبات أن هذا المصطلح له ارتباط شاسع بالمفهوم الشامل للحضارة. نحن في ملتقى الحضارات نهتم بما يقربنا من تعرف على الحضارات الأخرى وتعريف بحضارتنا نحن، حتى يكون هناك الملتقى. فهذه الهوية، ما هي الهوية في الحضارة؟ هل للحضارة هويات متعددة؟ وما هي الهوية التي يمكن أن ننطلق منها؟ كل هذه التساؤلات طبعا سيتناول الأستاذ، والحضور فيما بيننا سنتناول جميعا فيما بيننا، وعند ذلك يمكن أن نستخرج نتائج، ونسأل الله عز وجل أن تكون هذه النتائج مفيدة جدا في علاقتها بالشباب وما يتساءل عنه الشباب في العصر الذي نعيش فيه. وجزاكم الله خيرا، وأترك المجال للسيد المحاضر، وإلى اللقاء.